إذا تحدثنا فيما قبل عن الإمام الغزالي، وبعض الأصدقاء كما ذكرت قالوا نحن دخلنا في السيرة مباشرة دون أن نتناول القصة بالتفصيل، فكأن الكلام كان للناس اللي يعرفوا الإمام الغزالي. لذلك ستكون هذه الحلقات في التعريف بسيرة الإمام الغزالي، وسنحاول أن نأخذها بشيء من التفصيل مع ذكر كل رحلة من هذه المراحل بذكر السنوات وشيء يعني من التفاصيل بقدر الطاقة. فهم هذه السيرة بعمق سيساعدنا في فهم ما قد يبدو متناقضا من سيرة الإمام الغزالي. خلونا نتكلم ما هي مصادر البحث في هذا الموضوع. طبعا كتبت عن الإمام الغزالي العديد من الكتب، مئات الكتب والمقالات ما بين كبير وصغير، وكتبت عنه حتى رسائل جامعية. حنذكر احنا هنا بعض أهم المصادر والمراجع اللي احنا ممكن نرجع لها في فهم الإمام الغزالي، وبشكل شخصي هذه المصادر ساعدتني في تكوين تصوري عن الإمام الغزالي وفي بلورة هذه الرحلة. ومنها خلينا نقول أولها وأهمها هو كتب الإمام الغزالي نفسه، زي كتاب المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال وكتاب إحياء علوم الدين وغيرها. وإحنا تناولنا بالقراءة مثلا المنقذ من الضلال من قبل. في مصادر أخرى، مصادر أصيلة نقل عنها كل اللي جو بعد كذا أتكلموا عن الإمام الغزالي، مثل كتب التراجم مثل السبكي أو غيره. الكتاب الثاني هو كتاب الإمام الغزالي حجة الإسلام ومجدد المئة الخامسة للشيخ صالح الشامي. عندنا بعد كذا كتاب مؤلفات الإمام الغزالي للدكتور عبد الرحمن بدوي. عندنا بعد كذا كتاب كتب الإمام الغزالي الثابت منها والمنحول، تأليف الدكتور مشهد العلاف، هذا موجود على الإنترنت. عندنا أيضا كتاب سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه لعبد الكريم العثمان، هذا كتاب قديم لكن كتاب قيم، كتاب سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين فيه. عندنا أيضا كتاب الحقيقة في نظر الغزالي وهو من تأليف الدكتور سليمان دنيا، وهذا كتاب في غاية الأهمية، إن شاء الله ممكن تجينا فرصة أخرى نتكلم عنه. عندنا أيضا محاضرات الأستاذ أحمد سعد زايد عن الغزالي، خمسة محاضرات. وعندنا سلسلة المحاضرات المرئية التي تحدث فيها الدكتور عدنان إبراهيم عن سيرة الإمام الغزالي في 13 حلقة. طبعا الإمام الغزالي بالنسبة لعدنان إبراهيم إنسان عظيم، وبالتالي سوف نجد الكثير من الثناء في هذه الحلقات عليه. آخر شيء كتاب تحقيق ما للإلحاد من مقولة، تأليف محمد المزوغي. طبعا هذا الكتاب ما تناول سيرة الغزالي لكن إنهال فيه على الغزالي بالذم والتقريع وإلى آخره، فهو يعطينا الجانب السلبي أو الجانب المتحامل على الإمام الغزالي، وهناك الكثير من المصادر والمراجع الأخرى. خلينا نوضح بعض الأمور في قراءة سيرة الإمام الغزالي. هناك أحداث متفق عليها في سيرته وهناك أحداث مختلف عليها. فمثلا هناك في اختلاف هل الإمام الغزالي ذهب لمصر أو ما ذهب، في اختلاف العشر سنوات فين قعدها، هل كلها قعدها في دمشق ولا سنتين في دمشق والثمانية سنوات كانت في خراسان. لكن الاختلافات هذه لا تؤثر كثيرا في قصة الإمام الغزالي، أي أن هذه الاختلافات ليست اختلافات جوهرية تغير من هذه التجربة. آخر نقطة نقولها في هذه الحلقة هي أن رواية أغلب أحداث حياة الإمام الغزالي تقريبا متفق عليها بين جميع الباحثين، لكن الاختلاف في تحليل هذا الحدث، فكل يحلل الحدث من زاوية ما، وبعضهم طبعا يحلل هذا الحدث أو هذه القصة وفق هواه المذهبي أو الطائفي أو غيره. في الحلقة القادمة إن شاء الله حنتكلم عن الخريطة الجغرافية في زمن الإمام الغزالي.